في عالم رياضة اليوم راح نبدأ من ليفربول. حقق نجمنا العربي المصري محمد صلاح رقم تاريخي جديد رفقة نادي في بطولة دوري أبطال أوروبا. الفرعون المصري محمد صلاح عاد الرقم أسطورة الريدز ستيفن جيرارد في البطولة بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك أتلانتا يوم أمس. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإنه صلاح رفع رصيد أهدافه الأوروبية مع ليفربول إلى 21 هدف. وأوضحت الشبكة أنه صلاح صار الهداف التاريخي لليفربول في أبطال أوروبا رفقة ستيفن جيرارد. كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موعد بطولة كأس السوبر المحلية المقبلة اللي راح تقام للمرة الثانية على التوالي في السعودية. صحيفة آس الإسبانية قالت إنه الاتحاد الإسباني اتفق مع السلطات السعودية على إقامة المباريات بين 13 و16 كانون الثاني يناير المقبل. وقرر الاتحاد مشاركة 4 أندية بالبطولة وهم ريال مدريد بطل الدوري ووصيفه برشلونة بالإضافة إلى طرفي نهائي كأس الملك ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو. وكان الاتحاد الإسباني وقع عقد مع الحكومة السعودية لاستضافة بطولة السوبر الإسباني في نسخ 2020 و2021 مقابل 120 مليون يورو. حقق فريق بايرن ميونخ الألماني رقم قياسي في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا حامل اللقب بعد فوزه على ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 6-2. البايرن حقق الانتصار الـ14 على التوالي في أبطال أوروبا ليكون صاحب أعلى سلسلة انتصارات في تاريخ البطولة منذ بدايتها. وبتعود آخر خسارة لبايرن في البطولة إلى النسخة قبل الماضية لما انهزم بنتيجة 3-1 من ليفربول على ملعب ليانز أرينا. في رومانيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم على نطاق واسع فيديو لهدف نادر سجله حارس المرمى الروماني رضوان يودريا. وسدد رضوان كرة قوية من منطقة جزاء فريقه لتسكن شباك الفريق المنافس. ورشح الكثير من المتابعين الهدف لجائزة هدف العام في عالم الساحرة المستديرة نتابعه.